الرابع عشر من شهر أيار الماضي تم إطلاق حملة ومبادرة الوجبة المدرسية. إلى أين تم خلينا نحكي بمشوار هذه المبادرة؟ رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع سيدة جنان المساعيد، باحثة اجتماعية في أمانة عمان الكبرى وناشطة اجتماعية في قضايا الطفل. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك يا شيرين. يعني عم نحكي عن مبادرة تم إطلاقها، صار عملها تقريبا سنة. حابين أول شيء نعرف عن هاي المبادرة كمبادرة الوجبة المدرسية، يعني نحكي عنها نعرف فيها. أول شيء بقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أطهر المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ستي، إحنا أطلقناها السنة الماضية في منطقة أبو نصير وجبة صحية لطلاب المدارس. كانت هاي المبادرة تقريبا اشترك فيها مجموعة المؤسسات الموجودة في المنطقة، من تدريب مهني لتربية وتعليم. أمانة عمان الكبرى طبعا كانت الانطلاقة منها في نفس منطقة أبو نصير، وساهمت فيها مؤسسات وشركات تانية. بصراحة كان عليها، يعني كان الناس كتير مبسوطين فيها، خاصة طلاب المدارس، وكان يعني حتى هلأ بيلاقوني طلاب المدارس بيقولوا لي وين صارت الوجبة، عرفتي؟ يعني في حاجة إلها، أنت عارف الأمراض اللي عم بتصير مع طلاب المدارس نتيجة إنه بيكون 8 ساعات نايم، بعدين بيروح على المدرسة وبكون مطلوب منه يدرس ويلعب مع أقرانه. ف إذا أنت أعطيتي وجبة حميتي صحيا وعقليا وجسميا من كل النواحي، فهذا اللي بصير. إحنا يعني أنا حكيت عنها كثير، بس أنا حابة أنه نرد نركز عليها لأنها لأهميتها في إنتاج جيل سوي جسميا وعقليا ومن كل النواحي. يعني هلا عم نحكي احنا هي المبادره تم اطلاقها، يمكن تم تنفيذها على مدى يعني ايام مذكوره، يمكن ايام معدوده، بعدين قله الدعم خلينا نحكي هي التي وقفت حائل انه ضد انه خلينا نحكي تستمر هي الحمله. يعني خلينا نحكي بدايه لما بدت الحمله في 14 ايار السنه الماضيه، مين هن اعداد المؤسسات كمشتركين او الافراد برضو اللي كانوا مشتركين بهي الحمله؟ الأفراد هم كانوا طلاب المدارس من مدارس خاصة وحكومية وموظفين أمانة عمان، زائد تدريب المهني، بس يعني هم الموجودين كأفراد. كمؤسسات، مؤسسات عندك بنك الطعام ساهم فيها وأعطانا المواد، لا كمؤسسات التدريب المهني من ضمن المؤسسات طبعا، وزارة التربية والتعليم والصحة، كانت اللجان الصحية كمان معنا. بس يعني حابين هلا بس نرجع ناكد، خلينا نحكي انه هي تمت ضمن نطاق اللي هو المؤسسه، يعني ضمن خلينا نحكي منطقه ابو نصير وعلى المدارس الحكوميه والخاصه كافه بالمنطقه، وتم دعمها خلينا نحكي من المؤسسات كمؤسسه تدريب المهني، كان في بيناتكم تعاون مع وزاره التربيه والتعليم، كان في تعاون مع بنك خلينا نحكي بنك الطعام الموجود، وذكرتينا انه حتى المجتمع المحلي كان حابب يساهم، حتى الكازيه الموجوده ايضا ساهمت برضه، كمان نذكر أكيد. اسمها سويلم، كازية سويلم، دعمنا بالديزل للأفران الموجودة في المؤسسة التدريبية المهنية. بصراحة كانت رائعة المشاركة، إنك تخلي كل المجتمع المحلي يتفعل وينتج إشي مهم لطلابنا أو لأولادنا نقول. خلينا طب يعني هلأ كمبادرة أنتوا ركزتوا خلينا نحكي على فئة عمرية معينة، ولا كانت هي حملة للجميع الطلاب المدارس؟ هي بصراحة المفروض أنها تكون حملة شاملة، لأنه طالب في المرحلة الدراسية هو مرحلة تكوين جسمه، لغاية مرحلة التوجيهي هو مرحلة تكوين. انت عارف المرحلة التوجيهي بتصير في البلوغ، فمن صف اول لغاية التوجيهي هو محتاج الوجبة هاي. بس احنا طبقناها تقريبا على بنات 8 و7 و10. يعني هاي دول هن الفئة اللي كانت مشمولة فيهم خلينا نحكي، على أساس ناخد رأيهم ونشوف دعمهم للفكرة، وكانوا كتير مبسوطين يعني فعليا ردة الفعل خلينا نحكي. طب كإدارة مدارس هل حسيت أنه في تعاون معكم كإدارات مدارس أيضا؟ أكيد وكان في تشجيع، وكان في أنه ياريت تشوف النور هالمبادرة. طب يعني خلينا نحكي، هل هنالك مثلا مشكله في حال انه الوجبه هاي تم توزيعها مجانا خلينا نحكي على طالب، هل في مشكله على مقاصف المدارس مثلا ممكن انه فعليا يتاثر كمقصف مدرسه؟ بتخيل
انه بتاثر مصاريف المدرسه، بس يعني ممكن انه الوجبه هاي تتوزع مجانا لرؤيه معينه، انه احنا نحصل على جيل صحته كويسه وبنيته كويسه واسنانه كويسه عظمه كويس. اما ممكن تقدم العصائر الشوكولاتات المقاصف، يعني في بديل انها تقدم شيء ثاني بجانب الوجبه هاي. يعني نرجع خلينا نحكي لفكرة دعم المجتمع المحلي للفكرة نفسها، هل حسيتوا مثلا ممكن من الأهالي أو سكان المنطقة ممكن يتطوعوا خلينا نحكي في المساعدة لإعداد الوجبات أو لتوزيع الوجبات؟ كان في أكيد. مثل هيك مبادرات؟ أكيد. إحنا يا ريت نشوف الصور، أنا حابة تشوف الصور عشان أكيد. تحكمي على المجتمع المحلي. مجتمع أبو نصير خليني أحكي عنه لأنه هو اللي نفذ الوجبة، فيه خير كلجان نسائية، كمدارس، كمؤسسات، كأمانة عمان، تربية، تقريبا بتحسيه زي العائلة. فمجتمع راقي وعنده انتماء وبيقدم وبساهم. فأنت مجرد ما أنه تقولي بدنا نعمل شغلة للمجتمع بتحسي أنه في وجود وفي تحرك، والجمعيات الخيرية كمان كله يعني بتحرك لتنفيذها. فهو في آلية لتنفيذها إن شاء الله. طبعا هاي الوجبة إذا كانت مثلا تحت مظلة أمانة عمان الكبرى، لأنها مؤسسة يعني تعتبر خاصة. يعني هلا إحنا عم نشوف الصور معنا على الهواء. يا ريت صور المبادرة. هلا يعني بس حابين تشرحي لنا شوي، هلا في معلومات عم تطلع برضو كمان عن الوجبة عم بتم ذكرها. هاي الصور اللي طبعا طالبات المدارس صاروا يدوروا على النت، هن نفسهم صاروا يفهمونا بالافكار، سميناها وجبه لون غذائك. لون غذائك؟ يعني الوجبه كانت عباره عن منقوشه وحبتين تمر وكاسه لبن. حلو. هاي يوم الاطلاق كان المجتمع المحلي، مدراء المدارس، اللجان الصحيه من امانه عمان، من كل شرائح المجتمع كانوا حاضرين لاطلاق المبادره. طبعا أمانة عمان الكبرى كان لها الدور الأساسي في إنتاج هاي الوجبة. من باب المسؤولية المجتمعية لأمانة عمان، اللي هي أساسية في أي مؤسسة على فكرة. المسؤولية المجتمعية حاليا مهمة جدا. هاي كانت في جريدة الدستور عن الخبر، وجبة غذاء صحية لطالب لطلاب المدارس. هنا التحضيرات كانت في مدرسة الصرح، طبعا ساهمت المدارس الخاصة في الوجبة. وهون في مدارس الأميرة بسمة كانت تحضيرات مع مشرفاتها الاجتماعيات. الطالبات على فكرة هم اللي نفذوا الأفكار، الأفكار الخلاقة هم اللي ساهموا فيها الطلاب والطالبات. يعني كمان حتى الطالبات شاركوا في تنفيذ الوجبات كمان. أكيد. يعني هلا زي ما احنا شايفين، يعني الحلو انه العمل هو الكل عم بيشتغل فيه، الكل طلاب. عم بيساهم، طلاب كمان يعني حتى شباب كمان عم بيساهم. وبنات كله والله. كان بقول لك كانت فرحه، يعني كانه عرس وطني كان صراحه. هدول طلاب اظن من صف المجلس البلدي، في عنا في مجلس بلدي. فبرضه كمان ساهموا فيها. يعني حلو كتير خلينا نحكي حتى الطفل انه يعني نشاطات يعني بتم دمجه حتى بنشاط مثل هيك بالزبط. يعني لا منهجي يعني بصير في عنده نشاطات تطوعيه بحب وانتماء يعمل. طبعا اكيد انتماء هي اكثر. هاي هون لما جهزنا الوجبه هلا يوم الاطلاقه لهم صاروا يبكتوها برضو، كان يعني هاي هون جهزناها قبل يعني قبل بيوم، قبل ما نطلقها قبل بيوم. طبعا كان مجهود يعني ما بتتخيلي قد ايه. يعني ضللكم ساعات عمل كانت تقدر تقولي من الساعة 9 الصبح للخمسة المساء.
يوم تجهيزها هذا. يوم التجهيز وكان فعليا خلينا نحكي المشاركين قد ايه كان اعداد في مشاركين افراد يعني ايدي عم تشتغل؟ كانوا من موظفين مؤسسه التدريب المهني وطلاب المدارس ومؤسسين موظفين امانه عمان ومن المدارس بشكل عام يعني تقدر تقولي 40 ايد عامله كانت. نحكي مثل هيك نشاطات مجتمعية أو دائما المسؤولية المجتمعية خلينا نحكي لازم يكون عند المواطن الأردني الوعي لإلها. صحيح. يعني أنتوا دائما كي بتبادروا بمبادرات بتكون سباقين إن شاء الله. هل بتحسوا إنه في فعليا الناس عم تمشي على خطاكم أيضا؟ والله إن شاء الله. يعني هاي مش أول حملة إحنا عملنا قبل أسبوعين رحنا على الدوام ولا هي المدير كان بجولة فشافت حديقة عنا اسمها حديقة الحسين إنه شوية فيها هيك قمامة وشغلات فقالت نروح ننظفها هلا. يعني كان قرار آلي فورا وطلعنا ونظفناها فورا. إحنا كموظفات في الأمانة كانت هي الموظفات اليوم هالحملة. فبصراحة يعني أنا بشكر جهودها وبثمن انه لازم يكون في حملات في كل مناطق امانه عمان. اول شيء النظافه، ثاني شيء التغذيه. احنا مجتمع يعني مش بسيط، مجتمع راقي عم نخرج مئات الالاف من الطلاب في الجامعات. ف يا ريت انه نلاقي اليه نحافظ على هالشباب الرائع اللي عم بخرج من جامعاتنا كمان. عرفتي كيف؟ الوجبة إذا نفذناها حنلاقي لهم كمان فرص عمل للخريجين هدول. إذا بتلاحظي خريجين بكثرة، إذا عملنا مصانع وأماكن لهاي الوجبة شوفي أنت قديش بتوفري فرص عمل لا خريجين. فيعني أنا بتخيل إنها فيها فائدة لكل المجتمع من ناحية طلاب مدارس، من ناحية خريجين، من ناحية سيدات تقدر تساهم بهاي الوجبة إذا كانت مثلا عندها وضع إنه زوجها متوفي أو هذا. هي فيها فائدة للمجتمع ككل. عرفتي كيف؟ يعني هي مش فائدة محصورة في شخص معين. يعني خلينا نحكي حتى الكامل الهائل تبعها رح توفر قد ايه فرص عمل للمواطنين الموجودين. وقد ايش رح توفر على فاتورة التأمين الصحي، علاجات كمان برضو هاي تتاخذ بعين الاعتبار. يعني أنا أيضاً كتير بحب أركز على نقطة إنه أنتوا هلأ عم تتعاملوا مع الفكرة اللي هي هن بنات المستقبل اللي حيكونوا. يعني عم تتعاملوا مع فئة دائماً حساسة هي أساس المجتمع أو نحن بنشوف المستقبل فيهم. أكيد. يعني عم نتعامل مع فئات عمرية صغيرة شوي. هن قدي مهم مثلاً تغرسوا فيهم حب إنه يتعاملوا خلينا نحكي يشيل ورقة عن الأرض أو يشارك بمبادرات وحملات مثل هيك. يعني ركز بس على هاي النقطة بيخلينا نحكي الطفل ومفهومه لقدام قديه مهم بالنسبة له وتغرسي فيه هاي المفاهيم. تغرسي فيه الانتماء للمجتمع انه هذا مجتمعي وهذا انا عم بزرع فيه وعم بنفذ فيه شغلات مهمة إلي ولا أقراني. حلو انه نركز على هاي المبادرات المجتمعية ان شاء الله. ان شاء الله انه يعني منضلنا متابعين فيها ونضلنا مستمرين فيها. انا حابة اشكركم على هاي المقابلة واشكر كل من ساهم في بناء هذا المجتمع. وحابة أوجه نداء لكل المؤسسات والوزارات سواء تربية أو صحة أو أمانة عمان إنهم يتبنوا هاي الفكرة ويسارعوا. يعني أنا هون بدأ يعني أوجه لأمين عمان أو طيفة أمين عمان أنه لازم يشوف هاي المبادرة ويشوف فائدتها وقديش هي حتخفف على المجتمع أعباء وأمراض ويعني وقديش حتوفر فرص عمل إحنا بحاجة إلها. فرجائي الخاص انه الكبار المسؤولين يبلشوا يطلعوا لأهمية هاي الوجبة ويسارعوا خلينا نحكي. أكيد. لمثل هيك قرار. يعني أنا إن شاء الله حتكون الاستضافة الثانية في إطار ما زالت أو في إطار بداية خلينا نحكي إن شاء الله إنهم بشوف النور ونعمل حملة ثانية إنه لقاء ثاني بتكون هي بلشت نشتغل والحملة عليها. عم تشتغل أكيد. وعم توصل الوجبات لطلاب المدارس إن شاء الله بداية العام القادم بداية السنة الدراسية الجديدة بشهر 9 بتكون مع البداية إن شاء دائماً الله. دائما بكون نحن كلياتنا أمل وأكيد بهمتكم أنتوا طول ما أنتوا موجودين وعم بتفكروا وأيدي عاملة عم بتقوم خلينا نحكي وبتبادر بمثل هيك مبادرات. شكرا كتير لحضورك سيدة جنان المساعيد باحثة اجتماعية في أمانة عمان الكبرى وناشطة اجتماعية في قضايا الطفل. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. شكرا يا شيرين. شكرا لكم على هاي المقابلة وشكرا لمتابعتكم لهاي القضايا. أهلا وسهلا.